Do you enjoy actually watching these different styles of football? النظر بمشاهدة ومتابعة هذه الأساليب في كرة القدم. ما هو الذي النادي الذي طبعك أكثر؟ حسنا بالنسبة إلي فليس هناك شك في هذه المرحلة من الموسم فهو أبويل نيقوسيا. من جهة أخرى هناك سبع طرق أخرى في لعب كرة القدم. تغيرت كرة القدم كثيرا في السنين الأخيرة. برشلونة تلعب وتبني اللعب بطريقة جيدة جدا، وهناك الكثير من الأندية الآن تحاول تقليد البارسا لكي تنجح في أدائها. رأينا بعض المباريات الجميلة على المستوى الهجومي، وحتى الآن لدينا فائز مع أبويل نيقوسيا في هذه دوري الأبطال. لكن إذا نظرت إلى الأندية الثمانية في ربع النهائي فهناك اثنين منها لم يفوزا من قبل، وربما سيفوز فقط واحد من الستة المعتادين. ما رأيك؟ بالنسبة إلي بايرن ميونخ والريال مدريد، وبالنسبة للآخرين هناك سؤال واحد: من هو الفريق الذي سيستطيع هزم ميسي، هزم برشلونة في الطريق نحو النهائي في الأليانز أرينا؟ هذا تحدي مهم جدا في دوري الأبطال هذه في طريقنا إلى النهائي. لكن قبل ذلك لنقوم مسارعة إلى الأمور التقنية وكيفية إجراء القرعة. فاليوم لدينا ربع النهائي وأيضا نصف النهائي لدوري الأبطال لموسم 2011-2012. فربع النهائي ستجري يوم 27 و28 مارس في الذهاب، والثالث والرابع الرابع من أبريل للعودة، ويوم 17 و18 أبريل و24 و25 أبريل لنصف النهائي. كما قلت سابقا في هذه المرحلة هناك قرعة مفتوحة، ليست هناك حماية لأي رأس مجموعة أو أي شيء. فالثمانية أندية حاضرة وسيتم إجراء القرعة، وسيقوم فريتنر بخلط الأندية، وأول فريق سيخرج سيلعب مباراته الأولى في ميدانه ضد الفريق الثاني حتى نصل إلى الفريق الثامن بإنهاء ربع النهائي. وبعد ذلك المتأهلون، أذكر الفرق الآن هي أبويل، برشلونة، بايرن ميونيك، بنفيكا، تشيلسي، ميلان، آسي، أولمبيك مارسي، وريال مدريد. So some great names. أسماء كبيرة. هل أنت مستعد يا باول؟ نعم، الكل مستعد. نعم، يبدو الجميع مستعدا. إذن أعتقد أنه يمكننا البدء. إذن يمكنك البدء بخلق خلط الكويرات. سيداتي سادتي، حظ سعيد للجميع. أول فريق يتم سحبه في ربع النهائي وها نحن سنرى. إذن هو أبويل نيقوسيا. أبويل نيقوسيا هو أول فريق يخرج في ربع النهائي وسيلعب مباراة الذهاب في ميدانه ضد من سنرى. And already the first winner of this year's Champions League. وهم ربما قد يفوزون. هم أيضا من فاز معنويا بدوري الأبطال هذا الموسم بالنسبة لبرايتنر. من سيرحل إلى قبرص؟ إنه الريال مدريد. ريال مدريد سيذهب إلى قبرص لمواجهة أبويل. وإذن هناك تعليقات أولية من إسبانيا أنه حظ سعيد للمدريد. والفريق الثاني الثالث الذي سيسحب والأول الذي سيلعب في ميدانه أولمبيك مارسيليا. أولمبيك مارسيليا سيلعب المباراة الأولى في ميدانه، وهو أول فريق فرنسي والوحيد الذي فاز بدوري الأبطال. فاز بالنسخة الأولى عام 93، وهو سيلعب ضد سنرى من سيرحل إلى مارسيليا.
إنه بايرن مونك بايرن ميونيك بايرن ميونيخ. إذن نزاع فاز البايرن أربع مرات 74 75 76 و2001 أنت لعبت عام 1974 وأعيدت المباراة ضد أتلتيكو مدريد بالضبط والفريق المباراة الثالثة ستكون بين بنفيكا الذي سيستقبل في الذهاب مع من سيلعب هل مع تشيلسي أو الميلان أو برشلونة ونرى روي كوشتا سفير بنفيكا لاعبون كبار في تاريخ بنفيكا يوسابيو على وجه الخصوص من سيلعب أمام بنفيكا في لشبونة تشيلسي سيرحل إلى لشبونة لمقابلة بنفيكا وهذا يعني أننا أمام قنبلة في ربع النهائي سيتواجه فيها الميلان والبارسا سنرى أين ستلعب مباراة الذهاب وهي آخر مباراة في هذا الربع إذن لنرى ميلان آتشي سيلعبون المباراة الأولى في ميلانو ميلان والإياب إياب الربع سيكون في برشلونة في الكامب نو الميلان فاز سبع مرات والبارسا أربع مرات إذن لنرى إنه مؤكد برشلونة البرشلونة سترحل إلى ميلانو والبرسا فاز أربع مرات وهو حامل اللقب في نهاية كبيرة في ويمبلي الموسم الماضي ضد المان يونايتد إذن لدينا المباريات الكبرى في ربع النهائي أبوير ريال مدريد أولمبيك مارسي بايرن ميونيك بنفيكا تشيلسي وميلان برشلونة حسناً حتى الآن ستستمر الأمور لأننا في اتجاه ميونخ علينا أيضاً سحب قرعة نصف النهائي ونصف النهائي سيكون شاملاً بدون حماية فسنقول أن الفائز من ربع النهائي الأول ربع النهائي الثاني حتى ربع النهائي الرابع ومن سيسحب أولاً سيلعب مباراة الذهاب في ميونخ إذن نقوم بخلط الكريات يا باول إذن سنرى من سيواجه من في ربع النهاية الفائز في أي ربع نهائي سيلعب نصف النهاية الأولى في ميدانه هنا سنرى أنه ربع النهائي رقم اثنين وهو أولمبيك مارسيليا ضد بايرن ميونيخ الفائز في هذه المواجهة سيستقبل في ميدانه في نصف النهاية الأولى الفريق الفائز في ربع النهاية رقم وسنرى إنه ربع النهائي واحد بما يعني ضد ريال مدريد في مواجهة أبويل ريال مدريد بهذا الطريب إذن تتصور معالم عدم ملاقاة البرسا مع المدريد إذن سنرى من ستكون كيف ستكون نصف النهاية الثانية من سيستقبله في ميدانه أولا إنه الفائز من ربع النهائي رقم ثلاثة أي بنفيكا تشيلسي الفائز هنا سيستقبل في ميدانه في مباراة الذهاب في نصف النهاية من سيفوز بين الميلان وبرشلونة بدون شك وهو الفائز في ربع النهائي رقم أربعة against the winner of quarter final four هذه هي قرعة دوري الأبطال so these are the semi final بربع النهائي ونصف النهائي شكرا جزيلا لا لم ننتهي بعد لأن لدينا أيضا نعود winner of semi final 1 ميونخ or semi final 2 this is المستضيف للنهاية for operational reasons as most finalists will be treated equally but this الآن لدينا مسألة النهاية ستكون يوم 19 من ماي 2012 في الفوسبال أرينا أليانس أرينا في ميونخ وأنا أستدعي باول برايتنا إلى تعيين من سيكون الفريق المستقبل في مباراة النهاية لأمور تقنية إدارية فقط من سيكون محسوبا كأنه يستقبل
وهو الفائز في نصف النهائي رقم واحد. إذن نصف النهائي التي سيخرج منها التقاء الريال مدريد أبوال نيكوسيا مارسي ضد ميونخ، والفريق الذي سيحسب على أنه لاعب خارج ميدانه في النهائي هو الفائز من نصف النهائي رقم اثنين. وبالضبط الآن كل شيء مر على ميورام. شكرا جزيلا باول برايتنا، عمل جيد. هكذا تنتهي حفل قرعة دوري الأبطال. شكرا جزيلا وحظ سعيد للجميع للمباراة القادمة. انتهينا.